باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بكم حبايبي في حلقه جديده من برنامجنا مش لوحدك. النهارده بقى عايز اكلمكم على حاجه جميله جدا في كنيستنا القبطيه، هي الشفاعه. وببساطه جدا كده الشفاعه تتلخص في كلمتين، انه شفيعك بيقف قدام ربنا بيقول له علشان خاطري. النهارده عايز اقول لك هو بيقول لنا الشفاعة قد إيه جميلة وهو بيحبها. وأكبر شفاعة إحنا بنحبها في كنيستنا هي شفاعة أمنا العذراء. أمنا العذراء مريم من أحلى وأجمل الشفاعات اللي تحس إن ليك أم روحية أنت مولود منها روحيا، زي ما قال أحد الآباء الروحانيين. اتعلم دايما إنه الشفاعة نوعين، في شفاعة كفارية وفي شفاعة توسلية. الشفاعة الكفارية دي بتاعت ربنا يسوع لأنها تخص مغفرة الخطايا، لكن الشفاعة التوسلية هقول لكم كده ببساطة جدا، هي عبارة عن، تخيل كده معايا لما تكون في البيت وانت يعني طفل صغير في البيت وبابا بيعمل لك كل حاجة حلوة انت عايزة وجاب لك كل الهدايا اللي انت تتمناها، بعدين عملت غلطة كبيرة ومكسوف انك تقول لبابا، فتروح تاخد ماما معاك وتقولها ماما ممكن معلش تقفي جنبي وانا بكلم بابا، انا عارف بابا انه يعني هيقدر كلامك وهتقولي له علشان خاطري سامحه. لكن عمر ما كانت الشفاعة هي حاجز بيني وبين ربنا، زي ما في ناس كتيرة قالت ان احنا في الكنيسة بنعبد القديسين. مين قال كده؟ شوفوا كده في عبرانيين 11 و12 يقول كده: السبق لنا فنظر شيئا أفضل، نظر لنا شيئا أفضل أن لا يكملوا بدوننا، إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا. وكأنه ربنا بيقول القديسين والشهداء اللي في السماء، أنا ما ينفعش دلوقتي أجي للمجيء الثاني، لسه في ناس تحت يعني عايزة أطلعهم بقى فوق تبقى تبع سحابة الشهود اللي في السماء. أنا فرحان جدا أن سحابة الشهود بتزيد من الشهداء. دايما خلي ليك شهيد او قديس او حد من الناس اللي تعاملوا مع ربنا معاملة حلوة وليهم علاقة وعشرة قوية حية بربنا. اتعلم يبقى لك شفيع في كل موضوع، اتعلم يبقى لك شفيع في كل مادة لو انت طالب، اتعلم دايما تقول له اتوسلي قدام ربنا انه يقف جنبي في الموقف الفلاني. لكن ما ينفعش ان انا أتكل على صلاتي مع القديسين أو عشرتي بالقديسين أن أنا ألغي الصلاة قدام ربنا، ما ينفعش. لازم هم بالمناسبة مش هيعملوا حاجة بدون ما ياخدوا إذنه، مش هينفذوا أمر غير لما ياخدوا إذنه. احنا كده بنقول في القداس: بركاتهم المقدسة فلتكن معنا أمين. بنقول: هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا. بنقول بصلواتهم وطلباتهم عنا في السماء قدام العرش هي اللي بتنفعنا. شفاعة حبيبي ذكرت كتير جدا في العهد القديم أو كانت في العهد الجديد. إبراهيم اتشفع من أجل سدوم وعمورة قدام ربنا. أمنا العذراء اتشفعت في عرس قانا الجليل لما الخمر فرغ وقالت له ليس لهم خمر، تصرف. خليك جميل جدا أنك تقف قدام أمنا العذراء مريم وتقول لها خليكي أنت أمي، أنت الشفيعة بتاعتي، أنت الشفيعة الكبيرة بقى، أنت صاحبتي وصديقتي وأمي اللي أقدر أحكي لك على كل حاجة أنا حاسس بيها. وكل جميل جدا كمان لما تلاقي قديس أو شهيد يبقى عنده بعض الصفات اللي عندك أو وقع في بعض الخطايا اللي أنت وقعت فيها، فكمان يحس بيك أكتر. لو أنت وقع مثلا في خطية أفكار نجاسة، خد الأنبا موسى شفيع رائع جدا. لو أنت واقع في أفكار الحدية ومش قادر تتكلم بالكتاب المقدس، خد استفانوس رئيس الشمامسة، كان مذاكر إنجيل حلو قوي. اتعلم دايما يبقى لك شفيع. خد ماري جرجس في المرض، خد أمنا إريني في مشاكل صعبة أو في ضيقات، خد الأنبا مكاريوس لما تلاقي مشكلة ملهاش حل. اتعلم أن دول يبقوا أصحابك وأصدقائك، ليس هم الهدف ولكن وسيلة بتوصلني للهدف. في قصة جميلة سمعتها من أمنا إريني، كانت حكيتها عن بنت جامعية
اتأخرت على الامتحان بتاعها. كان الامتحان تقريبا الساعة 9 الصبح في الجامعة، وبعدين كان المفروض انها تصحى الساعة 7:30 على ما تلبس بقى وتنزل وتلاقي باص علشان يوصلها للجامعة، بتاخد المفروض ساعة في المشوار بتاعها. فالمفروض انها بتصحى 7:30 بالكتير عشان تجهز نفسها وتكون الساعة 8:30 في الجامعة. للأسف نامت وخدتها نومة وصحيت تقريبا الساعة 8:30. طبعا اتبرجلت والدنيا كلها باظت منها ومش عارفة تتصرف، فنزلت بسرعة، لبست وجري ونازلة بسرعة، فبتصرخ بقى لربنا كان شفيعها أبو سفين. فقالت له: بص في لوباتير مرقوريوس، انت حبيبي، انت أبو سفين حبيبي، انا بتشفع بيك في كل المشاكل بتاعتي، الحقني، انا امتحاني خلاص قدامه نص ساعة ويبدأ، وانا المفروض قدامي ساعة علشان اوصل الجامعة، ازاي اوصل بسرعة دي انا ما اعرفش. وهي طبعا في مشدودة في الموقف ده، فوقف التاكسي من الشدة بتاعتها ومن الموقف الصعب اللي هي فيه، بدل ما تركب ورا ركبت قدام جنب السواق. بتبص جنبها لقيت واحد شباب كده يعني دقنه خفيفة واقف يعني قاعد جنبها السواق بتاع التاكسي، فهي خافت وشوية يعني اتشدت، فلزقت في الباب، قالت يعني لو عمل حاجة ولا تعرض لي أنا بقى يعني أرمي نفسي، أفتح الباب وأرمي نفسي وأهرب بسرعة. فهو في الطريق فبيقول لها: هو أنت مالك مش قاعدة على بعضك كده وقلقانة وخايفة؟ قالت له: بقولك ايه، انت من اولها كده هتبدأ تتكلم معايا وتفتح معايا كلام، انا بقولك احترم نفسك لو سمحت، مالكش دعوة. لا طب خلاص خلاص هدي اعصابك، انت ليه طب كده لازقة في الباب يعني، ما اهدي انت، ايه اللي بضايقك؟ قالت له: لا لو سمحت انا مش عايزة حد يكلمني، انت لو سمحت توصلني وليك الاجرة بتاعتك تاخدها وتمشي، مالكش دعوة بيه. وهي قاعدة تتكلم معاه، فهي متضايقة منه ومتضايقة من انه خايفة ممكن يعمل لها حاجة. في الاخر راح قال لها: الله، مش انت اللي قلتي يا ابو سفين تعالى انقذني علشان ميعاد الامتحان بتاعي قرب وانا خايفة، انا جيت لك اهو بنفسي. قالت له: انت بتتكلم ازاي، انت تعرف من فين ابو سفين؟ قال: لا انا ابو سفين، انا بقول لك انا ابو سفين، ربنا قال لي الحق بنتك بسرعه، تحت عندها امتحان وما فيش غير قدامها نص ساعه وتكون في الجامعه، الحق بسرعه خلص ووصلها بسرعه في 10 دقائق تكون وصلت للجامعه عشان تلحق تدخل بدري، انا بنتي ابو سفين ما تقلقيش. وبصت كده لقيت انه حط ايده على الازاز كده ولقت الايه الجميله اللي ربنا بعتها: لا تخف لاني معك، لا تتلفت لأني إلهك. بصت كده قالت: معقولة؟ طبعا بدل ما كانت لازقة في الباب كانت عايزة تلزق فيه، بقى هي فرحانة لقيت أبو سفين معاها، في لحظات وصلت الجامعة. خلي دايما الشفاعة هي الحاجة الجميلة اللي أوصل بيها قدام ربنا. اتعلم دايما أنك تتعلم كمان تسبح زي ما كانوا القديسين بيعملوا. القديسين والشهداء كانت أحلى حاجة فيهم التسبيح، كل ما هتدخل في نطاق التسبيح كل ما هتلاقي الشهداء والقديسين جنبك كمان بيسبحوا، لأنها أكتر حاجة ربنا بيحبها. أخيرا أقدر أقول لك شفاعة ربنا بيقبل من كل قديس ومن كل شهيد، وبالذات من أمنا العذراء مريم، علشان خاطري نفذ الحاجة الفلانية، علشان خاطري أقف مع فلان في الموضوع الفلاني، علشان خاطري أدي تعزية لفلان في الضيقة اللي هو فيها أو المرض اللي هو فيه. ربنا يبارك حياتكم، ربنا يسندكم بصلوات وشفاعات أمنا العذراء وأبانا القديسين والشهداء، لإلهنا المجد الدائم أبديا آمين.